السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وفاة الممثل السوري المشهور محمد الشماطي في الولايات المتحدة. أعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق اليوم الثلاثاء وفاة الممثل محمد الشماط في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما. وفور سماع الخبر نعى عدد من الفنانين السوريين الشماط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم تيم حسن وتولاي هارون وتمادر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي. يذكر أن الشماط ولد عام 1936 وبدأ مشواره من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما. ومن المسلسلات التي شارك فيها وتركت أثر لدى المشاهدين حارة القصر، واو، وادي المسك، واو، طرابيش، واو، مزاد علني، واو، الخوالي، واو، حارة خارج تغطيتي. ومن أبرز أدواره أبو رياح في مسلسل صح النوم مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، واو، أبو مرزوق في مسلسل باب الحارة بأجزائه. انتشرت أخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الممثل السوري محمد الشماط الشهير بشخصية أبو مرزوق في مسلسل باب الحارة إثر إصابته بقذيفة هاون بمنطقة ركن الدين بدمشق. موقع الفني سارع إلى الاتصال بالفنان القدير الذي أكد لنا أنه بخير ولم يصبه أي أذى وأن الصاروخ سقط بجانب مكانه سكنه ولكنه بعيد نوعا ما عن البناء الذي يقطنه. ويشار إلى أن القذائف على دمشق حصدت منذ يومين روحا مسؤولة في دار الأوبرا وموظف في قناة الإخبارية السورية، وضربت منزل مدير مديرية المسارح والموسيقى ومنزل أحد مخرجي الفضائية السورية. يذكر أن أبو مرزوق انسحب من آخر جزء قدم من باب الحارة ولن يطل في الجزء الجديد. والجدير ذكره أن الشائعات كانت قد طالت في الأمس أيضا الممثل عبد المنعم عماير الذي قيل إنه توفي أمس إثر إصابته بقذيفة هاون، لكنه نفى ذلك عبر صفحته الخاصة.